السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا أول فصل من مرجع Univers plus SVT concernant la deuxième année de l'enseignement secondaire. إذا السنة الثانية إعدادي، أول فصل خاص بنظرية تكتونية الصفائح. إذا في هذا الفصل هذا غادي نتعرفوا على la théorie de la tectonique des plaques، وغادي نبداو بالمقطع الأول من هذا الدرس. إذن بالنسبة للمقطع الأول، la dérive des continents et l'argument morphologique، إذن زحزحة القارات والبرهان المورفولوجي. إذن غادي نتعرفو إذن على هاد الظاهرة ديال زحزحة القارات، وغادي نتعرفو على البرهان المورفولوجي اللي كيأكد لنا أن القارات ما كاينينش يعني ستابل في واحد المكان محدد، ولكن كاينه واحد الحركيه ديال هاد الصفائح القاريه. اذا جو بوز لو بروبليم، دونك لا ديريف دي كونتينون اي بارمي لي زيدي ماجور كي اون ماركي ليستوار دو لا جيولوجي مودرن. اذا زحزحه القارات من بين الافكار المهمه والرئيسه اللي يعني تناولتها الجيولوجيا الحديثه. إذن في هذا الدرس غادي نجاوبوا على جوج ديال لي كيستيون مهمين. كيل لو كونتينو دو ليدي دو لا ديريف دي كونتينون، إذن هاد النظريه هادي شنو تتقول، شنو هو المحتوى ديالها. كيل لا سينيفيكاسيون دو لارغومون مورفولوجيك كي سوتيان ليدي دو لا ديريف دي كونتينون، وشنو هو هاد البرهان المورفولوجي اللي تيدعم لهاد النظريه ديال زحزحه القارات. غادي نبداو بالنشاط الاول، نظريات زحزحة القارات. دونك اللي عطانا هاد النظرية هو هاد العالم هذا ألفريد ويغنر. دونك إتان أسترونوم إي كليماتولوج ألمان كوني برانسيبالمون بور سا تيوري دو لا ديريف دي كونتينون بوبليي أون 1912. دونك هو اللي عطانا هاد النظرية. بالنسبة للنظرية ديال زحزحة القارات، لا تيوري دو لا ديريف دي كونتينون دو ويغنر، دونك شنا هي؟ لا ديريف دي كونتينون est une théorie proposée au début du XXe siècle par le physicien météorologue Alfred Wegener. Donc, il dit qu'il y a des questions sur les plaques, qui ne sont pas stables, qui ne sont pas fixes sur le niveau de la terre, mais qui ne sont pas fixes. Donc, pour tenir d'expliquer, entre autres, la similitude dans le tracé des côtes de part et d'autre de l'Atlantique, on observe en effet un certain parallélisme des lignes côtières entre d'une part les Amériques et d'autre part l'Europe-Afrique. Cela suggère que ces deux ensembles constituaient deux morceaux d'un même bloc, ce qui amena Wegener à concevoir que dans un passé lointain, donc 250 millions d'années, donc 250 millions d'années قبل, toutes les masses continentales étaient réunies en un seul méga-continent, la Pangée. Donc, Wegener a dit qu'il y a un tachabou entre les hudoud de la carra, donc la carra africaine avec la carra américaine, donc il y a une similitude de la ligne côtière. Ce qui est le cas, c'est qu'à un temps بعيد كانوا هاد لي كونتينون كلهم مجموعين في واحد الميغا كونتينون وحده كتسمى بونجي، ولكن مع مرور السنوات كل كونتينون اذا تحركت لواحد المكان وبقات في البلاصه ديالها، يعني في الوقت الحالي في التموضع ديالهم في الاماكن اللي كنعرفوهم في الوقت الحالي. هنا غادي نشوفوا في دوكيمون 3 دونك الفارياسيون دي بوزيسيون غولاتيف دي كونتينون depuis donc moins 250 millions jusqu'à l'époque actuelle, يعني قبل 250 مليون سنه حتى لدابا selon la théorie de la dérive du continent. دونك ها كيفاش كانوا، دونك كما قال ويغنر كانوا كلهم مجموعين في واحد الميغا كونتينون اللي سماها لابونجي، هي هادي. دونك مع مرور السنوات شوفوا كلهم غاديين تيتحركوا، اذا كاين تباعد من واحد الناحيه وكاين تقارب من ناحيه اخرى. اذا ناقص 150 مليون سنه الموضوع ديالهم، ناقص 100 مليون سنه، ناقص 50 مليون سنه، شوفوا الموضوع الحالي ديال القارات الان.
اذا فاش تيكون تباعد تيكون تقارب من جهه اخرى، اذا تيكون تقارب من جهه اخرى. اذا هذا هو التموضع النسبي ديال القارات قبل 250 مليون سنه والوضع الحالي. اذا تيبان لنا بانهم كانوا كلهم مجموعين في واحد الميغا كونتينون كتسمى بونجي. الان اذا كاين قارات في المكان اللي كنعرفوها الان. اذا غادي ندوزو دابا باش نفهمو لارغومون مورفولوجيك في النشاط الثاني. اذا النشاط الثاني البرهان المورفولوجي لزحزحة القارات، دونك غادي نفهمو شنو هو البرهان المورفولوجي ودي زيكزامبل ديال هاد البراهين المورفولوجيه اللي فسرات لنا واللي دعمات لنا هاد القضيه ديال زحزحة القارات. دونك عندنا دو زيماج. Cette image satellite montre une complémentarité. Complémentarité, il y a un tacamoul difforme des côtes africaines et arabiques de part et d'autre du golfe d'Aden. Selon les géologues, l'Afrique et l'Arabie constituaient dans le passé un seul bloc. Il y a 20 millions d'années, une fracture continentale a séparé l'Arabie de l'Afrique, ce qui a permis la formation progressive de la mer Rouge du golfe d'Aden. Donc idem بالنسبه l'image A, عندنا l'image par satellite du golfe d'Aden et بالنسبه للشيما عندنا la situation donc schématisée. كما كتلاحظوا ف هنا عندنا واحد التكامل بين لي لين كوتيير ديال العربي السعوديه مع لي كوت افريكان. دونك عندنا واحد كومبليمونتاريتي وشوفوا دونك دونك لا مار روج البحر الاحمر. اذا غادي نمشيو نشوفوا ليكزامبل ديال دونك لاميريك دو سود اي لافريك. دونك بالنسبه للوثيقه الخامسه ان اوتر اكزامبل. دونك لا كومبليمونتاريتي جيومتريك دي لين كوتيير انت لاميريك دو سود اي لافريك او لون دي اوبزرفاسيون ماجور كي اون بوسي Wigner a formulé son hypothèse sur la dérive des continents. Donc, cette complémentarité des lignes côtières de l'Amérique du Sud مع l'Afrique, يعني واحد التكامل بين هاد لي لين الى جمعناهم بحال بوزل واحد تيكمل الاخر. دونك هو اللي خلى يعني زاد خلى ويغنر انه في يعني يصوغ هاد الفرضيه ديالو ديال زحزحة القارات ويدعمها. دونك الكومبليمونتاريتي هنا كنهضروا على البرهان المورفولوجي، البرهان المورفولوجي. دونك فوالا. اذا اخر فقره من هذا الدرس غادي ندوزو دابا لبارتي جورياليز باش نجاوبوا على لي كيسيون ديال هاد المقطع الاول. السؤال الاول ا بارتير دو فيزاكي ان جيوغرافي كونسيديري فو كولي كونتينون سانتيل فيكس او ان موفمون لي زان بارابور او زوتر. دونك بالنسبه للجغرافيا فحنا كنعتبروا بان لي كونتينون sont fixes, donc les continents fixes. Mais qui te recouche donc بالنسبة نسبة الجغرافية إحنا كنعتبرهم بأنهم فيكس. ولكن بالنسبة للجيولوجيا دونك حاجة واحدة أخرى. سؤال تاني que vous apportent les documents 1, 2 et 3 à propos de ce sujet. Donc بالنسبة للمعلومات اللي يعني كتعطينا هاد لي دوكيمون هادو 1, 2 et 3 بالنسبة يعني لهاد النظريه هادي. دونك فوالا لي زيليمون دونك دو ريبونس. دونك سولون لا تيوري دو لا ديريف دي كونتينون لي كونتينون نو كونسيرف با لور بوزيسيون ريلاتيف او كور دي تان جيولوجيك مي ايل سون ان بيربيتويل موفمون ريلاتيف ايلوانيومون او رابروشمون. دونك بالنسبه للفرضيه ديال زحزحه القارات فلي كونتينون ماشي فيكس ولكن كيتحركوا. Il y a donc 250 millions d'années, tous les continents actuels étaient réunis en un unique continent, la Pangée. Ce continent est morcelé en plusieurs continents qui n'ont pas cessé de s'éloigner pour aboutir à leur configuration actuelle. يعني قبل 250 مليون سنة كانوا كلهم مجموعين في واحد الكونتينون واحد اسمها ميغا كونتينون أو لا بانجي ولكن يعني تفرقات وكل يعني مورسو يعني بقى تيتحرك حتى يعني لقينا الكونفيغوراسيون ديالهم يعني التموضع ديالهم الحالي اكطويل. وايضا
اكتشفنا بان لي ليني كوتيير دو لافريك اي دو لا بيننسول ارابيك دو باري دوتر دو غولف دادن بريزونت ان اجونسمون روماركابل لو ميم اجونسمون اي كونستاتي انتر لي لين كوتيير افريكان اي سود امريكان دو بار اي دوتر دو لا دو لوسيان اتلانتيك. Cet agencement morphologique montre que l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient réunies dans un passé géologique lointain, ainsi que l'Afrique et la péninsule arabique. Cet argument dit morphologique est donc l'un des arguments de la théorie de la dérive des continents. Et dans le cadre de la morphologie, il y a un théorie de la القارات. إذن هادو هما المعطيات اللي اكتشفنا في هاد الوثائق. السؤال الثالث, pourquoi les mouvements des continents ne sont-ils pas perceptibles à l'échelle de la vie humaine? دونك علاش ما كنحسوش بهم الانسان, ما تحسش بهاد يعني بهاد المعمون ديال هاد القارات؟ دونك بيان سور كار سي موفمون اي تري لون, هما راه يعني ما تتحركش يعني شي 2 سنتيمتر ولا هكاك في العام كله, ولا يعني 1 سنتيمتر في العام كله, يعني كتحرك بشويه لدرجه اننا ما تنحسوش بها نهائيا. دونك فوالا. بالنسبه للسؤال الرابع, غوليف ا بارتير دي دوكيمون 4 و 5 لا سينيفيكاسيون دو لارغومون مورفولوجيك. هنا المطلوب منا اننا نعرفوا البرهان المورفولوجي. دونك فوالا, ارغومون مورفولوجيك اجونسمون et complémentarité des formes géométriques des lignes côtières de certains continents qui sont actuellement éloignés. يعني التشابه ديال الحدود, دونك هذوك الحدود ديال القارات, التشابه ديالهم والتكامل ديالهم. اذا الا قربنا من بعضياتهم غيكون واحد التكامل, ولكن دابا هما راهم بعيدين. هادشي كيحيلنا على انهم ممكن في واحد الزمن ماضي كانوا كلهم مجموعين, كانوا يعني قاره واحده. دونك فوالا, هذا هو الدرس ديال اليوم. الحصه ان شاء الله الجايه غادي نشوفوا المقطع الثاني. كونوا في الموعد, الى اللقاء.